وعلشان كده الشهر الاخير ده زادت رحلات الحج الى الجزائر ماريو دراجي نقفور كلب الروم والنهاردة رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل. اما انا فغلبان مسكين ولا عاوز غاز ولا عاوز بنزين، انا عاوز بس فيزا اضرب دورة في الجزائر وارجع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. الناس اللي سمعت الحلقة اللي فاتت قلنا ان الحلقة عبارة عن نتائج، اما الاسباب او السبب تحديدا في انه رئيس المجلس الاوروبي النهارده بيزور الجزائر هو الحلقه دي. بدايه احب اشكر جمهور الكوزينه اللي مش بيخلوا علينا بالدعم، لانه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وان شاء الله معكم وبكم وقريبا نحتفل ب 100,000 مشترك ان شاء الله في الجزائر المحروسه. اما موضوع حلقتنا النهارده واللي لسه طالع حالا سخن طازه من الكوزينه فهو ارتفاع او التهاب او انفجار اسعار الغاز في اوروبا. ليه يا عمي؟ جالك بسبب الخازوق اللي لسه روسيا مديه لهم. وفي تفاصيل خبر بيقولك استهلت اسعار العقود الاجله للغاز الطبيعي في اوروبا تعاملات الاسبوع الجديد اليوم الاثنين بالارتفاع بعد قرار الدب الروسي وقف ضخ الغاز الطبيعي نحو اوروبا عن طريق خط الانابيب نورد ستريم 1 او السين الشمالي 1. لامتى؟ جالك الى اجل غير مسمى، ما يهدد بتصاعد ازمه الطاقه في اوروبا وقد يدفع الاقتصاد الى حاله من الركود. وبعض المحللين بيقولوا ان كميه الغاز اللي هتبقى مولوده في اوروبا في فصل الشتاء هتبقى كافيه لحاجه واحده من الاثنين، يا اما المنازل يا اما المصانع. الحجه اللي جالت فيها شركه جاز بروم الروسيه ان هي اكتشفت تسريب في احدى محطات الخط اثناء عمليه الصيانه الدوريه، واللي جالت ان هي مش عارفه المده الزمنيه اللي يحتاجها الخط للاصلاح. اما المسؤولين الاوروبيين اللي كانوا نايمين في العسل لمده 5 شهور وبداوا يتحركوا للحصول على المزيد من الغاز في اخر شهر بس، فهم حاليا بيستعدوا للتعامل مع استمرار توقف ضخ الغاز الروسي لمده اسابيع، وبداوا يتخذوا عده اجراءات طارئه لمواجهة الموقف. منها مثلا انه فنلندا والسويد وضعوا عدة اجراءات لمساعدة الشركات والمرافق المتضررة من نقص امدادات الغاز الطبيعي لتجنب انهيارها ماليا. ده غير انه وزراء الطاقة في الاتحاد الاوروبي بالكامل هيعملوا اجتماع خاص يوم الجمعة الجاية دي لمناقشة اجراءات جذرية لمواجهة ازمة الطاقة الغير مسبوقة في القارة العجوز. اما بقى النهاردة الاثنين الساعة 8 الصبح فبلغت نسبة الارتفاع في سعر الغاز الهولندي اللي هيسلم الشهر الجاي نسبة 26% مقارنة بالأسعار يوم الجمعة اللي فاتت، يعني في 3 أيام الأسعار زادت 26%، ده بعد ما انخفضت الأسعار الأسبوع اللي قبله بنسبة 37%، يعني انخفاض الأسعار اللي حصل في الأسبوع اللي فات كله زاد الأسبوع ده في 3 أيام بس. وعلشان كده الشهر الأخير ده زادت رحلات الحج إلى الجزائر ماريو دراجي نقفور كلب الروم والنهاردة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. أما أنا فغلبان مسكين ولا عاوز غاز ولا عاوز بنزين، أنا عاوز بس فيزا أضرب دورة في الجزائر وارجع. وإلى هنا عزيزي المشاهد الجميل تبقى انتهت حلقتنا الجميلة دي النهاردة، واللي أتمنى تكون عجبتكم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.